تعرضنا لكثير شغلات، الاعتداء، التعذيب، التنكيل. لحظات بقعد ببكي بالليل ما بنام، بقعد ببكي يعني لشدة الوجع اللي جواتي. كنا بحاجة ليد توقف جنبنا وتسندنا وتقدمنا لقدام خطوة. يعني مثل ما بيقولوا بحصة بتسند خابية، حقيقة هيك صار معنا. الوضع المادي تحت الصفر، والمساعدة هاي الكفالة جتني يعني من الله. خضعنا للدورات بالدعم النفسي، لجلسات نفسية، لمحاضرات على الأونلاين. مشروع لأجلها كالقمر في الليلة الظلماء.